السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأبيض وصل وصل وصل. قبل ما نقول تابعوني في قناتي وشجعوني واعملوا لايكات كتير، ويلا نشوف الرب الأبيض ازاي. طبعا النهاردة استقبال أول يوم كتكوت الأبيض الجميل دوت. أنا طبعا بربي جميع الأنواع بسبب إن الناس كتير عايزة تشكيلة، فأنا مربية الهجين ومربية البلدي ومربية البط الشوفان والبط المولر. فهنعمل النهاردة بقى عندنا أول يوم في استقبال الكتكوت الأبيض. بص الأبيض فعلا برضه بقى شكله حلو، هو صغنن كده، وتلاقي أكترية الأطفال بتحب تخلي أهاليهم يجيبوا لهم الكتاكيت دي في البيت. النهارده بقى جايبين الأبيض وعايزين نعرف أول يوم هنستقبله ازاي وهنربيه ازاي وازاي نكبره ونعمل تحصيناته من البيت ومن غير ما نتكلف أي حاجة. استقباله النهارده انك أول يوم بتعملي ايه؟ لازم طبعا بتبقي منظفة المكان كويس جدا. الأبيض بقى فيه مشكلة، الأبيض حساس حساس جدا جدا جدا، يعني المكان يبقى نظيف باستمرار مغيره له الميه، علب بقى ووصفات اعشاب من البيت، وما تتكلفيش حاجه وتابعيني والله ما هخليكي تتكلفي اي حاجه. النهارده هنعمل وصفه هايله قوي. اول يوم بنرحب بالعسل الجميل دوت. هنعمل ايه يا بنتي يا بطه اول يوم؟ اقول لكم بالصلاه على النبي كده، وكله يصلي على حضر سيدنا محمد، واللي عايز يجيب بقى يجيب دلوقتي، ونتابع مع بعض اول يوم. وخلي بالكم ان الاسعار في الطالع، فاللي عايز يجيب يلحق يجيب دلوقتي. طيب هعمل ايه وصفه اول يوم للكتكوت الابيض؟ بصوا بقى هنا حاطه له كركم على العلف، وحاطه حبه صدف. الصدف بقى ليه يا بنتي يا بطه؟ نحكي عن الصدف بقى. هقول لكم الصدف ده يا جماعه لان هو بيقوي العظم. انا عايزه اعمل تنشيط بسرعه للطيور بتاعتي، فلازم من اول يوم بحط لهم فيه كلسم عالي جدا. فالصدف من الحاجات المهمه اللي بتقوي العظم وتمنع الكساح عن الطيور اصلا نهائيا. طيب طبعا الكركم، وانتوا عارفين ان الكركم مضاد حيوي ومفيد جدا ورافع المناعه وبيقوي الطيور، وحاجه مهمه لازم تحطيها للطيور. بس كده يا تاتا؟ لا بقى، وحبه خميره. الخميره بقى زي ما احنا عارفين من الحاجه المهمه قوي. لو عايزه تكبري طيورك بسرعه جدا اعملي الوصفه اللي بقول لك عليها. تعالوا كده بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. انت واقفه كده ليه؟ خشي بقى كلي يا قشطه، خشي يا عسل، خشي. بصي طيب علف طبعا. وجايبه حاجه والله ونسيتها، حبه السمسم. حبه السمسم مطحون بقى، وتبقي كده اهم وصفه تحطيها لطيورك اول يوم. يبقى حطيتي العلف وحطيت عليه حبة سمسم مطحون، وحطيت عليهم حبة صدف، وحطيت كركم، وحبة ومعلقة، قولي نص معلقة خميرة أو معلقة خميرة على الحبة اللي انت تبقى حطوها. الخميرة من الحاجات المهمة جدا وبتقوي ومنشطة وفتحة للشهية وبتكبر بسرعة يا عسل. أما بقى الصدف فده الحاجة المهمة قوي اللي لازم تحطيها لطيورك كلها. أي طير عندك لازم تحطي له الصدف. أولا منشط جامد جدا، فاتح للشهية، بيساعد على الهضم، بيقوي العظم. بصي في حاجات كتيرة جدا جدا. السمسم من الحاجات المغذية قوي قوي قوي. يكون عندنا عيلة صغننة كده نحيفة، ولا عروسة كده نحيفة وعايزين نتختخها كده قبل الجواز، مش يقول لها يا بنت كل سمسم كتير؟ جيبي بقسماط بالسمسم يا بنت عشان يتخدك، ده اللي بيحصل. فعايزه اقول لك بقى ان الوصفه دي اول يوم للكتكوت الابيض وصفه ممتازه، وصفه رائعه. لو عملتيها استمر عليها اول 5 ايام، وكل يوم هنحط حاجه جديده مع الوصفه اللي احنا عاملينها دي، هي الوصفه مع حاجه جديده هتقوي وتنشط وتكبر اسرع مما تتخيلي. دي كانت وصفتنا النهارده، واتمنى ان انتوا بقى تشتركوا في قناتي، وهنربي بقى كل يوم نكبر الكتكوت الابيض بتاعنا دوت
وكل تشكيلة هنعمل لها وصفتها أبيض لتشكيلته، هجين لتشكيلته. أتمنى أن أنتوا جميعا تبقوا بخير وبصحة وسعادة، والوصفة دي تحفة، اعمليها من أول ساعة تجيبيها فيها. أنت أول ما بتجيبي الطيور اوعي تشربيهم مية في الحر ده، أول ما تجيبيهم لازم تستنى عليهم ساعتين يهدوا كده من نقلتهم ومن مكان لمكان علشان ما يتعبوش منك. وبعد كده تبتدي تحطي المية، المية دي فيها السكر، تحطي معلقة السكر في المية والعلقة بتاعتهم زي ما انا عملتها لك كده، العلف، وتحطي عليه الصدف، وتحطي عليه الكركم والخميرة، اوعي تنسي الخميرة وحب السمسم. واللهم صل عليك يا نبي، وبالصلاة على النبي كده هتبقى وصفة هايلة وهتكبرهم بسرعة. تابعوني بقى في الفيديوهات الجاية، وكل يوم هنزود حاجة جديدة من تحصيناتنا على العليقة علشان ما تشتريش حاجة ويكبروا معاكي أسرع مما تتخيل. أسيبكم بقى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.